السلام عليكم ورحمة الله. بالمحاضرة الأولى قلنا لكم أكو ثلاث مودات رئيسية بالنسبة لسيسكو. المود الأول اللي هو اليوزر مود، والمود الثاني البرفليج مود، والمود الثالث اللي هو الجلوبال كونفيجريشن مود. بالمحاضرة الثانية أخذنا كيف ننصب برنامج سيسكو باك تريسر، واللي من خلاله أنت تسوي اللابات مالتك وتشتغل عليها. أيضا أخذنا وياها كيف أنتقل من المود الأول إلى المود الثاني، ومن المود الثاني إلى المود الثالث. أوكي زين، هسه باعوا خلي يشتغلوا وياي السويتش حتى نسوي فد مراجعة سريعة. باوع، هسه أنا بيا مود بالمود الأول، حتى أنتقل للمود الثاني أجي أكتب EN وأكملها بتاب دت باوع ياخذ الكلمة بالكامل Enable. هسه أنا بيا مود بالمود الثاني، حتى أنتقل من المود الثاني إلى المود الثالث شو أكتب Conf Configure T أدوس تاب Terminal Configure Terminal أدوس Enter. وين تحولت؟ انتقلت إلى المود الثالث اللي هو Global Configuration Mode. حتى نبرمج الأساسيات مالتي، أول شغلة عندي حتى أغير اسم للسويتش أغيره بإعاز شنو؟ الهوست نيم HOS، وأنطي تاب دتباوع أخذ الهوست نيم، أنطي اسم ليكون ISP وأنطي Enter. باعوا الاسم تغير، هذا اول كوماند اساسي لازم تتعلمه. الخطوه الثانيه اني شلون اسوي سكيور على الكونسول، شلون افوت على الكونسول واسوي له سكيورتي. باعوا طبعا الكونسول، هذا الكونسول هذا كيبل الكونسول يقصد بي، اوكي الربط مالتي من السويتش سيسكو الى الحاسبه مالتي، فاني اريد اسوي باسورد على هذا البورت مالت الكونسول. اوكي يعني الا باسورد يلا يربط ويا الجهاز. اوكي فايضا انا ايش راح اسوي؟ راح اسوي سكيورتي على الكونسول باستخدام شنو؟ باستخدام الامر line console 0. باوع line معناها خط الكونسول او البورت الكونسول اللي هو الرقم الصفر اللي ما عندي غير بورت واحد. اوكي يعني انا هسه بالسويتش اللي استخدم 2950 بي بورت واحد اوكي مالت كونسول، اكو احتمال اكو بيها بورتات اثنين فيصير عندي شنو لاين واحد واثنين، فهسه انا ما عندي غير بورت واحد، فهسه الامر لاين كونسول زيرو، انطي شنو؟ انطي انتر. هسه هذا يفوتني على شنو؟ على بورت الكونسول اللي رابط عليه حاليا، اعطي باسورد باستخدام الامر باسورد راح انطي مثلا سيسكو واعطي شنو؟ اعطي انتر. بعدين ايش اقول له؟ لوجن وانطي انتر، يعني فعل هذا الباسورد بالكونسول بورت. خلص هذا كل السكيورتي اللي اسويه بالكونسول. والسبب افرض انه اني حاطط السويتش مالتي بالبداله او مكان معين او بالبرج حتى اضمن انه ماكو شخص يروح هناك يربط كونسول ياخذ البرمجه او يدخل عليه ويقدر يسوي هوايه شغلات، لازم اسوي عليه حمايه. واضحه الفكره؟ اوكي زين. بالنسبه للتيلنت اللي هو التحكم عن بعد، اجي ايش اكتب؟ اكتب لاين line vty 0 space شنو؟ 0 space 4. خلي نشرح شنو هاي ال vty. ال vty معناها ال virtual terminal اللي هو نفس التيلنت اللي هو البورت 23 ونفس ال ssh بورت 22. الصفر سبيس أربعة معناها خمس يوزرية يقدرون يطبون تيلنت ويغيرون بنفس الوقت بهذا السويتش. إذا صفر لسبيس أربعة معناها خمس يوزرية يقدرون يدخلون ويغيرون الكونفيجريشن بهذا السويتش بنفس الوقت. أقدر أغيره يعني مو شرط أقدر أسويها، مو شرط أنه صفر سبيس أربعة، صفر سبيس خمسة أو عشرة، أقصى حد اللي هو صفر إلى صفر سبيس 15. فهاي راح تعرفون معنى اللاين في تي واي. المهم هسه اني داخل على التيلنت، داخل على الاكسس تيرمينال اللي هو من بعيد فيرتشوال تيرمينال، نفس الفكره. ايضا ايش راح اجي اسوي؟ باسورد. باسورد شنو؟ خلي نقول سيسكو وانطي انتر. وبعدها شنو انطي؟ لوجن وانطي انتر. خلص هسا سويت حماية أو سيكيورتي على أساس التيلنت مالتي. واضحة الفكرة؟ بعدها أجي أطي أكزت. بعد شنو عندي أجي أسوي؟ عندي حماية ثالثة مهمة اللي هو Enable.
اوكي اجي اكتب enable password. enable password ليكون خلينا نسوي الباسورد مثلا احمد بي سي. اوكي هسه راح تقول شنو هذا الانيبل باسورد؟ بقى ايش راح اسوي؟ راح اسوي اكزيت. شوف يطلب من عندي باسورد. هسه من دست انتر قام يطلب باسورد على شنو؟ اول شيء قام يطلب باسورد على الكونسول. اول ما ادخل عليه اوكي الكونسول يقول اريد باسورد منك، اعطي الباسورد اللي هو شنو؟ سيسكو. انتر تتباوع. هسه شو اجي اكتب؟ اكتب انيبل تتباوع. طلب شنو؟ طلب الباسورد الثاني اللي قبل شوي سويته اللي هو الانيبل باسورد. اكتب الباسورد اللي هو احمد بي سي. تتباوع. فتح وياي. هسه ظل عندي باسورد واحد ما استعملته اللي هو شنو؟ تيلنت. باعوا خلي نسوي عملي على الباك تريسر حتى تتوضح عندكم الفكره. فاجي هنا شو اسوي؟ اجي افتح البرنامج مالتنا اللي هو سيسكو باك تريسر. اوكي خلي يفتح عندي. اوكي باعوا خلنا ناخذ راوتر. اوكي وناخذ ناخذ السويتش. وناخذ بي سي. اوكي خلنا نربطها. اوكي يعني هذا بس مجرد حتى اعلمك انه شلون نسوي باسورد بالتلنت. اوكي احنا سوينا باسورد بس حتى يطلع يظهر امامك. اوكي هسه نجي نسوي البرمجه مالتنا. اوكي عندي هنا مثل ما قلت لك هنا أنا اخذت راوتر وهنا أنا سويتش ومن السويتش متصل بحاسبه. اجي اكتب انيبل. اوكي كونفتي. اوكي هنا أنا شو اجي اكتب؟ انترفيس رينج. هذا طبعا البورت ماله جيجا. اوكي اكتب جيجا ايثرنت 0/0. اوكي بعدها اي بي ادرس 192.168.10.1 255.255.255.0. اوكي طبعا هذا بس فقط للتوضيح. اوكي اوكي هسه بعدها ارجع للحاسبه. خلي لها اي بي اللي هو 192.168.10.20. اوكي هنا على الجيت واي 192.168.10.1. اوكي هسه خلي ابنك على الاي بي مالت الراوتر بينك 192.168.10.1. جميل جدا عندي اتصال عليه. يعني هذا الراوتر جيتوي الواحد واحد والحاسبة بها اي بي. زين خلينا نجي نكمل البرمجة مالتنا. انيبل كونفتي. اوكي لاين VTY اوكي 0/4. اوكي باسورد خلينا نقول سيسكو لوجن. اوكي بعدين انيبل شنو؟ انيبل باسورد خلينا نقول مثلا اي اتش ميدي احمد بي سي وانطي انتر. زين هسه شجي اجي اجرب من هاي الحاسبه
ادخل للسويتش اشوف راح يطالبني باسورد، اقول له تيل نت قد الاي بي 192.168.10.1. اتباوع طلع من عندي باسورد. الباسورد اي تشميدي بي سي احمد بي سي مو احمد بي سي. الباسورد الاول اللي سويناه سيسكو اتباوع دخل وياي اكتب انيبل اوكي. ايضا طلع باسورد ثاني اللي هو احمد بي سي اللي سويناه هسه الانيبل باسورد اتباوع فتح عندي. اتمنى فكره او محاضره اليوم واضحة عندكم. طبعا أنا ما أريد أطول بالمحاضرات، يعني محاضرات حتى تكون عندكم مفهومة بسيطة، لذلك المدة مالتها تكون بسيطة أوكي. سوري المدة مالتها تكون يعني قليلة، ما أريد أسويها محاضرات 15 دقيقة ولا 20 دقيقة. أهم شيء الفكرة أنه تفتهموها. وأي سؤال أو استفسار تقدرون تتواصلون وياي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.